السلام عليكم خويا، معك يوسف من ثوار جوج جماعة كالاس. المهم حنا المشكل ديالنا راه باين اخويا، الطريق عليها اللي كنناقشوا هذا المشكل هذا كنلقاو صعوبة ملي كتكون بحال دابا مثلا الشتا ولا هادي، كنلقاو كتقطع كاع الطريق، ما كنمشيوش حتى السوق الأسبوعي هو التالي ما كنمشيولوش. المدرسة الأغلبية التلامذة انت كتشوف ضايعين هنايا فصل الشتاء كنلقاو صعوبة كبيرة وكبيرة بزاف. انت الطريق انت كتشوفها كي دايرة الله يحسن العوان. المهم حنا كنطالبوا الا كان شي تغيير ولا كان شي تحسينات من الاحسن، والغالب الله هذا ما كنطالبوا الطريق. حنا ما عندنا لا طريق لا هذا لا هذاك، حنا منو كنجبروش منين ندوزوا ولا منين نمشيو ولا كتجي الشتاء ما عندناش منين ندوزوا. السلام عليكم، سميتي عدنان دوار الحجوج من اقليم تاونات جامعه كالاس غفصي. كنطالبوا من المسؤولين يديروا لنا شي حل للطريق هذه، كما كتشوفوا راه ما مزياناش وكنعانيو بزاف. كي مرض شي واحد اي حاجه كتبقى راسنا ضروري الطريق تكون مزيانه باش كنا ندخلوا. حجوجي الله يجزيكم بخير، كنطلبوا الطريق للدوار ديالنا. انت كتشوف الدوار مقطعه وكاين بلايص اللي هما خاسرين هنايا، كنخصم الاصلاح فهمتي. دوار الحجوج هذا الله يجزيكم بخير، ما كنطلبوا حتى شي حاجه، كنطلبوا غير المصلحه. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.